الفقرة هلا مشاهدينا مخصصة للبرايوتيك بلس، وطبعا انضم لنا يلي هو الانتربرونور خلينا نقول ومبتكر هالبرايوتيك بلس ناتروبات دكتور الفريد كرم. صباح الخير صباح دكتور. النور. دائما البرايوتيك بلس حصته هيك كبيرة بيوم جديد، نظرا قد ما هو اختصاصاته متعددة يس هالبرودكت وقد ايه بيعالج كثير من الامراض من جذورها، من أساسها، مش العوارض بس يلي هي نابعة من هذا المرض شو ما كان نوعه. اليوم رح نطلق موضوع له علاقة بالتسربات المصران مثل ما حضرتك ذكرت، الانفلاميشن اللي ممكن يسببها، والاوتو اميونيتي يلي كمان لها علاقة مباشرة بهالجات يلي هلا عم بخبرونا عنها يلي انت كمان مبتكر بهيدا المجال. بسم الله عليك، يعني عندك معلومات عن هالموضوع، وإن شاء الله بالإعادة إفادة ومنزيد شوي من المعلومات اللي بتجينا. أنا اليوم الحلقة بدي أقدمها لكل الناس اللي عندهم متاعب بالمصران، اللي عندهم متاعب بالجهاز الهضمي ككل، وخاصة لسهام اللي طلبت مني أحكي لها بهالموضوع. سهام يمكن معرفتي فيها أكثر من 20 سنة وبتلجأ لي كرمالها وكرمال اهلها وقرايبينها، صارت معرفتني على ناس كثير، واليوم طلبت مني وطلبها عزيز على قلبي. فهيدا ديديكيتد لسهام لك. يس. نحن بهمنا نتعرف على هالميكروبات الصغيره. عاده كلمه ميكروب ما بنحبها، لانه ميكروب يعني شيء مش مليح. هيك الطب حكى عنه اكثر، يعني نبهنا اكثر عن الميكروبات الضارة، بنسميها البكتيريا الضارة أو الفيروسات أو الخمائر الضارة. صح. لكن الميكروبات هي أجسام صغيرة بتقدر تكون نافعة بتقدر تكون ضارة. نحن رح منخصص كل أوقاتنا عن الميكروبات النافعة. وهون علاقة وطيدة أساسية بين صحتنا، مناعتنا، راحة الجهاز الهضمي، وهالبكتيريا هيدي الصديقة، هالميكروبات اللي هي نافعة لجسمنا وبتحسن من جسمنا. منافعها مثل ما قلتي حضرتك كثيرة وعديدة. اليوم بدنا نخصص شوي حول هالموضوع، التسريبات اللي معقولة تحصل من المصران وتروح على الدم. إذا جسمنا مصنوع بطريقة ما يسمح لها. أوكي. ما يسمح لأي باتوجين، لأي بكتيريا ضارة تدخل وتروح بالتسريبات هيدي، لأنه بتعمل مشاكل ضخمة للجسم. هلأ إذا كانت بكتيريا ضارة بتأذي كتير، بس بعض الأحيان عناصر غذائية نحن ما لازم الجسم يسمح لها تدخل، والجسم بيعتبرها أنه لأنها دخلت يعني هي ممنوعة، يعني هي صارت ضارة لإله. أوكي؟ من هون بنحكي عن مشاكل IBD Irritable Bowel Disease أو IBS Irritable Bowel Syndrome، وبعد الأحيان بيحصل مشاكل بآخر 10 سنتيمتر أو آخر مسافة من المصران قبل المخرج، وهيدي بنقلها Ulcerative Colitis. بعد الأحيان بيصير في متاعب بكل المصران الرفيع والغليظ، وهون بنسميها Crohn's Disease. هلأ ما عدا هالمشاكل في مشاكل عديدة بتنشأ من هالتسربات هيدي، وهي التحسس inflammation، وبعد الأحيان هالتحسس هذا ببين على بشرتنا، بعد الأحيان ببين بسعلي بربو بأشياء. صح. ما فيك تتصوري قد ايه هالجهاز الهضمي، لأنه هو الجهاز الهضمي هو المدخل الوحيد من خلال هالمنطقة الواسعة بالجسم الكبير اللي إذا ما كانت محمية تسمح لهالتسريبات. صحيح. شو بيحصل؟ بدي أخبرهم أنه في خلايا بيقولوا لها epithelial cells، إذا قلناها بالعربي أصعب حتى نحفظها، ظهارية، صعبة، كلمة صعبة. هن خلايا أساسية بتعيش على جدار المصران من جوا، وهالخلايا تتفاعل مع الجسم. اوكي، برسمة المصران هي مثل نتوءات ظاهرة منه اللي بنحسها عم تتحرك، هيها ولا كمان غير؟ لا، هالخلايا هيدي هي جزء
من اللايننج تبع المصران. أوكي. هي مش جاي وقاعدة. أوكي. هي جزء منه من هاللايننج هيدا. أي. اللي هي بتحميه وبتتماسك مع بعضها. ومنسمي هالتماسك هيدا في له منسميه جانكشن تقاطعات. الطب بسميه تايت جانكشنز يعني تقاطعات محكمة مشدودة. إيه مشدودة لبعض. والهدف هو مثل غربال. أوكي. مثل غربال ما بيسمح أكثر من المواد اللي بدنا نغربلها. بيسمح لشيء بيسمح لشيء كويس وما بيسمح للشيء العاطل. إذا هي تايت جانكشنز. هلا مش على طول هالخلايا هي بأفضل حالتها. ليه؟ لأنه بيدخل علينا مأكولات فيها رشوش، فيها سموم، فيها مضار. بيدخل بعض الأحيان نحن وعم ناكل بكتيريا ضارة وبتروح تقطع حاجز المعدة، مع أنه المعدة فيها كميات هائلة من البروبيوتيك حتى ما تسمح. بعض الأحيان بيكون في بطلة من هالأبطال تدخل وبتروح وبتزمد وبتعمل مشاكل كبيرة للجسم. أوكي. وين عمل البروبيوتكس حسب العلماء؟ مش حسب أنا بدي سوي البريوتيك بلس، حسب العلماء والدارسين. هلأ العلماء ليكي أول فكرة طلعت بالعلم هي لما ميتشنيكوف الطبيب الرائع اللي ساعدوا كتير باستور بالإنستيتيوت تبعيته حتى يكتشف أشياء، لاحظ بالأوبزرفيشن بالبداية بالمراقبة شاف أنه هالفلاحين أو هالناس النائيين ببلغاريا بيعيشوا فوق 100 سنة. تعجب. راح قعد معهم وشافهم، لاحظوا أنه كتير بغذاء موجود اللي احنا بنقوله لبني هون، بس إني عندهم أفضل منه وبضل حي البكتيريا فيه، وعلى أساسها لاحظ أنه صحتهم أفضل وعمرهم بيزيد. يعني أنا هلأ إذا بدي أقول للناس إذا أخذتوا بريوتيك بلس وانتبهتوا لصحتكم، صحتكم بتزيد وعمركم بيزيد، بقولوا لك شو عم ببالغ. بس إذا إيلاي ميتشنيكوف قال وأخذ على هالبحث اللي عمله، لأنه راح هو يراقب هالشيء وراح يتأكد منه بباستور وراح يشوف الحيوانات كلها ويشتغل على البكتيريا، ولأول مرة سميها لاكتوباسيلوس بلغاريكوس نسبة لبلغاريا. أوكي. فهالبكتيريا هيدي صارت مع الوقت العلماء يبحثوا عنها وصاروا يشوفوا لها فوائد عديدة لحديت هلأ بعد ما وصلوا ليشوفوا كل الفوائد. أما الفوائد اللي بنحكي عنها هلأ لهالموضوع بالذات هو حتى ما نسمح للمصران بتسريبات، لأنه بالتسريبات هافوك مشكلة كبيرة لجسم الإنسان. أوكي. فهي حتجي هالبريوتيك بلس تحارب ولا تكتر؟ شو بدها تيجي تعمل؟ بدها تيجي تتكلم، تحكي، تتواصل. هيدا اللي اكتشفوه. أوكي. البكتيريا هالصغيرة بالمايكروميتر اللي هي صديقة لجسمنا لازم تيجي بكميات كبيرة. أول كل شوفي الرب، شوفي كيف ربنا بده يصنع لنا جسم حتى ما يمرض. لكن نحن بدنا نكون ماشيين على الأصول. صح. ما عم نمشي على الأصول عادة. قبلنا يمكن الناس كانت تمشي على الأصول. هالبكتيريا هتجي تتنافس مع غيرها، تتنافس مع الخمائر اللي هي بتوجد حالها بمصراننا، لأنه المصران هو مكان أهل بيساعد بيسمح للبكتيريا على أنواع تعيش وعلى الخمائر بأنواع تعيش، حتى الشامبينيون الفطرية تعيش. صح. ليه؟ لأنه مكان عتم، مكان رطب، ومكان دافئ تتكاثر. فإذا لازم تجي هالبكتيريا الصديقة البروبيوتكس اللي موجود بالبريوتيك بلس، هون هلأ صار فيني يجيب سيرة البريوتيك بلس، وتتنافس معها وبتروح وبتلصق حالة تقعد مع هالأبيثيليال سيلز هيدي. أوكي. تقعد معها بتسندها. هي أول شيء لما تاخذ المكان ما عاد فيها تيجي البكتيريا الضرائب. إذا نحن أنا وياك، إذا نحن 5-6 رايحين على باركينج، في 4-5 محلات، أنت خدتي هي وأدك، ما عاش في مجال. إذا إجا شوفير بده يصف سيارته ما في مجال. إذا التنافس هيدا الطبيعي. أوكي. ما بيسمح للبكتيريا الضرائب تجي وتعمل شغلة وتأذي. فوق الأبيثيليال سيل شوفي الرب
جعل مادة مخاطية مثل المخاط اللي بيكون بالأنف حتى تحمي من الباتوجينز من البكتيريا الضارة. لكن في بكتيريا ضارة بتكون قوية عارفة شو بتعمل بتخرق. هون مين عمل البكتيريا الجيدة إذا موجودة وبكثرة بتحاربها بتعمل لها أنتي مايكروبيال بتعمل لها أنتي بيوتيك لايك أنتي مايكروبيال لايك وأنتي بيوتيك لايك وبتروح تحكي الخلايا. هلا أنا جبت سيرة الجنكشن شو لهم أهميه هن الخلايا مع بعضهم بيحكوا بعضهم بس التنبيه اللي بتعطيه البكتيريا الصديقة للخلية بتوزع المعلومات. سبحان الله أنا بتصورهم مثل النمل شوف النملة ما بيحكوا مع بعض بالأنتين تبعيتهم بيوصلوا المعلومات بيوصلوها 100% بيفرزوا معلومات وبيمشوا عليها بأصوله كلهم بصيروا تابعين بعضه. هالطريقة نفسها بهالإنستينكت الموجودة بهالخلايا والإنستينكت الموجودة بهالبكتيريا هدفها توصل معلومات تساعد وهون عملها للإميون سيستم. هلأ الإميون سيستم تبقولنا يعني جهاز المناعة هو مؤلف من اثنين إنيت نخلق بس بيخلق معنا صح وأكوايرد نكتسبه المناعة الإنيت المخلوقة معنا بالفطرة واللي بنكتسبه البروبايوتكس بيأثر على اثنين بيفيدهم اثنيناتهم بيساعدهم اثنيناتهم. المناعة اللي بتخلق معنا هي مناعة بتشتغل على كل الجسم ما فيها تحدد وين بتهب الجسم كله بتساعده للطفل الصغير هو عم بينما بصير مع الوقت يصير عنده من له مناعة بيقول لك الطبيب طولي بالك عليه شوي بكرة بس ما بصير مناعته أقوى. الأكوايرد المناعة المكتسبة هي مناعة بتشتغل بسرعة وبتشتغل ببطء ببطء لكن بتحدد الهدف. مناعة اللي بتخلق معنا هي مناعة سريعة لكن ما بتحدد. التوافق ما بين اثنين هالمساعدة ما بين اثنين بتخلي انه الضرر ما يحصل وهون عمل البكتيريا بهالمنطقة بالذات. وفي أنسجة كمان هالأنسجة هيدي هي من إلا أنسجة مناعية مثل ما في بالجسم خلايا مناعية الكي سيلز وهودي التي سيلز هودي خلايا كمان هدفها لما يكون في شيء بطل من هالأبطال البكتيريا شيء أبضاي مرن كتير لتدخل بتقوم الأنسجة هالمناعية هيدي كمان تخلق حالة إنفلاميشن. نحن لما نسمع بكتيريا ميكروب نفكر ضار لكن عرفنا أنه في ميكروبات ضارة ميكروبات بفيدة الإنفلاميشن اللي بيعمل الجسم بعض الأحيان في good inflammation في bad inflammation. هالإنفلاميشن اللي بيعملها التأهب أو الالتهابات الصغيرة حتى تتجمع كلها على بعض الأنسجة وتمنع التسريبات هي. مين الأساس فيها ليعطي المعلومات هي البكتيريا الصديقة. أول كلمة تتنافس ما بتسمح للبكتيريا الضارة تجي بتشتغل مع بعضها تجمع الجنكشنز قوايا يعطوا معلومات وما بتسمح للتسريبات لأنه التسريبات اللي بتحصل ياما مشاكل جهاز هضمي بدك تروحي لعند الجاسترونتيرولوج بده يتابعك وبدك بعض الأحيان تنجبري تاخدي أدوية قاسية وبعض الأحيان هالأدوية ما بتنفع بدك أبر لتوقف لك الكرايز اللي بتصير. الله يساعد كل شخص عنده كرايز من جراء الكرونز والاي بي اس والكوليتس. اي شخص شوفي انا شو بحب اقول للناس بطريقه بسيطه ياخذوا كلامي ويتابعوني. تليفوني على الهواء صار لي تقريبا 30 سنه بحكي بالموضوع. اول مره طلعت حكيت كنت عم برجف ومش عارف شو بدي احكي وما كان عندي المعلومات اللي عندي اياها. اليوم انا صار عندي ثقه كبير عندي اصدقاء كثير من جراء هالبرنامج هذا بقول لهم اذا حصل عندكم نفخ جربوا البريوتيك بلس بلحظة. النفخة هي بداية متاعب صح هي بداية متاعب هي بداية شيء جسمنا عم يحكينا عم بيحكينا عم بيقول رموز إذا صار في إسهال إذا صار في إمساك شوفي هالبكتيريا اللي بتشتغل لتصحح الإمساك والإسهال بالوقت نفسه شو بدي أحسن من هيك. هالبكتيريا اللي بتمنع
حدوث كثير من الالرجي التحسس. طيب انا شو بدي احسن اذا كان عم بيجيني تحسس من خلال تسريبات وبتجي هالبكتيريا بتشتغل شغله وبتمنع التسريبات بخلص تحسس وانا ما اخذت ولا دواء لا هون ولا هون وما بعرف شو يعني عم تشتغل على الاساس على انت اللي قلتيها انت اللي قلتيها اول ما قعدتي عم تشتغل على سبب المرض. هلا مش كل ما فيني انا اقول كل مريض ربو كل مريض تحسس من اول اسبوعين بده يتفضل، بس على القليل على القليل اللي عم بقوله اكيد منه بتساعده بتخفف عنه بتصححه كليا ان شاء الله يا رب. بتابع ايه بتابع. انا بدي اقول للناس بكل صدق واخلاص انا شخص مرض بالتيفويد، كان عمري 13 و14 سنه، كنت قبل البروفي بسنه واحده، 40 يوم بقيت بالبيت. طعموني اهلي لحم مشوي، بعدني بتذكر خبز محمص صغير ولبن او لبني او شيء من النوع، حموني من كل شيء. طبعا نقص وزني سقط لانه رجعت، لما رجعت على المدرسه انتكست 10 ايام اوكي، وبقيت معي مشكله عايشت انا وياها. وين ما بدي اروح بدي لف معدتي بالليل، بدي لفي لفه لفه لانه بتبرد. يعني انا وقعد انا وياكي لازم اقعد هيك لدفيها، اذا نزلت على البحر وقعدت بالهواء لازم دفي معدتي. بس هيدي مش بس انت، لهلا في ناس هيك. كنت عم باخذ البروبايوتيك 7 سنين، صار لي 7-8 سنين، وبسمع على الراديو حدا عم بينتقدني انا بالذات لانه انا بمعلوماتي صرت اتجرأ اقول اكثر، وكيف شفتها بالانجليزي حبيتها the more the merrier the more the merrier. يعني اذا بتاخذ بروبايوتيك بتكثف افضل، كل ما تكثف اكثر كل ما احسن لك، وكل ما تبالغ كل ما احسن. وطلع الشخص ينتقدني ويعمل شو اسمه، قلت انا خليني اتواضع ما بدي رد ولا بدي اعمل شيء، خليني اروح جيب علبه 240 حبه اوكي واخذها بظرف 10 ايام 24 حبه 8 8 8، بدي اشوف شو بيحصل. تست يعني على حالك؟ بدي بركي بصير في عندي حساسيه مثل ما عم بيقولوا، بركي عندها معلومات مهمه اكثر مما انا قريها. ما كان صار لي انا 20 30 سنه، كان صار لي 6 7 سنين 8 سنين يمكن. اخذتها الرب بده يساعدني، انتهى شيء. انا كان عندي بيت اهلي لفي بيقولوا له بفرنسا، كنت مثل بنحط شو اسمه اركليك مثل الصبايا بزمان كانوا يحطوا شو بالمشد، حطوا مشد لدفي المعدة اسهل لي من لف اللفه. أوكي. مشد لما المشد كبر وعلى الغسيل دي صرت احط اللفه، ما عادش بدي مشدات، حط لفه حطها بيتي. اذا رحت على الاوتيل اذا شي مره ما كان معي بدي اجيب المنشفه وشدها شو اسمها دفيها من هيداك الاسبوع من بعده 10 ايام. فنحن اليوم لما احكي بهالحماس ما معناتها من اول حبتين بدنا ننصح، معلش هو غذاء. البروبايوتيك هي بكتيريا جيده اساسيه. ورحنا انا شو انا بالذات شو عملت، انا بتذكر شريك من الشركاء قلت له ليك نحن عم نشتغل بفرنسا وانا جاي من فرنسا وتعلم بفرنسا ودرس وانا فرنسي الجنسيه وكل شيء، سمعت انه كندا وزاره الصحه خصصت لمؤسسة للصحة لتدرس البكتيريا عندها. واو. وتصنف البكتيريا حسب فوائدها. دكتور أفراد، بس مش أشهر وسنوات من العلاج لهذه المشكلة، من أول يومين من أول حبتين يمكن الشخص يرتاح. أوكي. بس إذا في عندنا مشاكل كبيرة معلش خلينا ناخذ وقتنا، معلش اسمعوا لي لما أقول لهم خذوا 6 حبات بالبداية. اوكي خلينا نرجع نذكر هالست حبات للسهام واللي مثل سهام بهيدي المشكله. حبتين بعد ترويقه اوكي، حبتين بعد الغداء، حبتين بعد العشاء، اللي ما بيتروقوا بيتغدوا بيتعشى، 3 حبات عند الصبح او 3 حبات عند اول وجبه و3 حبات عند اخر وجبه على اسبوعين. هلا في اشخاص يمكن بحاجه ليزيدوا اسبوع ثالث، انا بدي احاول بطريقه من الطرق باقل كلفه ممكنه جيب لهم
افضل نتيجه. هذا حقيقه انا اللي بقلبي باقل كلفه ممكن جيب لهم اكبر نتيجه. من بعد ما نخلص هالاسبوعين بنشتغل على حبه بعد كل وجبه طعام لثلاث اشهر. الهدف شو؟ الهدف مش انه نشيل النفخه فقط، ما نحن رح نستفيد كثير اشياء، الهدف هو اعاده تاهيل واسكان البكتيريا داخل الجهاز الهضمي. لما نعيدها ونسكنها، ولانه عندنا 14 نوع، ولانه من كندا، ولانه مدروسه، ولانه كندا وزاره الصحه، لانه دفعنا اغلى على هالبكتيريا المدروسه، اعطتنا الدمغه، ولانه هن 14، يعني كل بكتيريا في لها فوائد عديده، كل ما نزيد البكتيريا كل ما افضل الصحه. وهذا يعني لحسن حظنا يعني اليوم موجود بالصيدليات، موجود على الارقام يلي حضرتك كمان فيهم يتواصلوا من خلالها ليحصلوا عليه، موجود بعده تركيبات لمتخصص شوي اكثر للنساء، للاطفال، للكبار، باحجام مختلفه كمان، لنكون عم نغطي كل الناس صح. وحسب حاجياتهم. الف شكر لك دكتور الفريد كرم. برايوتيك بلس اذا هو حل من الحلول الطبيعيه. yes. خلينا نقول لكم مشاهدينا طبعا ما تنسوا تضيفوه على اغراضكم بالبيت، على انا بقول لهم بالمطبخ دائما لازم يكون موجود البرايوتيك بلس. على كل حال فيتامينات بصير امتصاصها احسن أفضل. وافضل وقت نكون نحن عم نتعالج بهالطريقه الطبيعيه. فاصل مشاهدينا ومنتابع معكم.